Good morning, my dear students in Prep 1. Our lesson today will be about solving equations. Solving equations. طبعا موضوع solving equations ده مش حاجة جديدة علينا، بالعكس احنا خدناها في سنة 5 وفي سنة 6 واتكلمنا عنها كتير، بس جه الوقت ان احنا ناخد الرولز الأساسية بتاعت solving equations ونحل أي شكل من أشكال الإيكويشنز اللي هتجيلها. طيب، مبدئيا عايزين نفتكر شوية رولز بسيطة. كنا متفقين لو عندي بلس وعايز أعديها ساين الإيكوال فبعديها بالأوبوزيت ساين، فالبلس بتبقى ماينس والماينس بتبقى بلس. طبعا لو تايمز هتبقى ديفيجن، ولو ديفيجن هتبقى تايمز. طيب يعني ايه الكلام ده؟ مثلا لما يجي لي اكزامبل x minus 7 equals 3 where x belong to n. طب ايه هي ال n؟ اللي هي ال natural numbers. Natural numbers 0, 1, 2, 3, 4 and so on. طيب ايه المطلوب مني؟ مطلوب مني ان اطلع ال solution set، يعني هحل ال equation دي واعرف ال value بتاعة ال x. طيب عشان نطلع خلي ال x لوحدها لازم اشيل اي حاجة من جنب ال x. طيب هي ال x جنبها ايه؟ جنبها minus 7. المطلوب مني ان انا اشيل الماينس 7 اوديها الناحيه الثانيه عشان تبقى الاكس لوحدها. طيب ال 7 بالنيجاتيف هوديها الناحيه الثانيه بالاوبوزيت ساين، فبقت اكس ايكوال 3 بلس 7 باللي هي ده. زمان كنا بنعمل كده. طيب ايه الجديد عندنا؟ الجديد عندنا ان احنا لازم نكتب السوليوشن سيت ايكوالز 10. ايه هو السوليوشن سيت؟ اللي هو الحل بتاعي. طبعا السوليوشن سيت ده بيبقى عليه درجه كبيره جدا من المساله، ما ينفعش ننساه، لو نسيناه نبقى بوظنا الدنيا كلها. طيب نمبر 2 x plus 17 equal 13 والx برضو belong to n natural numbers. طب هي ايه لازمه الموضوع اللي بيقوله لي ده؟ ايه لازمه الx belong to n؟ طيب دلوقتي انا ال 17 دي بالبوزيتيف عايز اوديها الناحيه الثانيه، هوديها بالايه؟ بالopposite sign، يعني بالنيجاتيف 13 minus 17. طيب على الكالكليتر الانسر هتطلع لي نيجاتيف 4. اوكي بس في مشكله، هو بيقول لي الاكس لازم تكون belong to n natural numbers. طب يا ترى هي النيجاتيف 4 دي natural؟ طبعا لا، الناتشرال اولها 0. طب اقول له solution set equals phi. طب ليه ما كتبتش النيجاتيف 4؟ هو من الاول مديني كونديشن بيقول لي خلي بالك الاكس اللي انا عايزها لازم تبقى ناتشرال نمبر. طب لو ما طلعتش ناتشرال نمبر زي ما هو عايز خلاص يبقى السوليوشن سيت فاي، يبقى الحاجه اللي هو عايزها ما طلعتش عندي. اوكي نمبر 3 5x equals 20 x belong to q. طب ايه هي الكيو؟ راشنال نمبرز خدناها الترم الاول، اللي هي كل حاجه في الدنيا، فراكشنز ديسيمالز بوزيتيف ونيجاتيف وزيرو. طيب دلوقتي ال5 والاكس معمولين ايه مع بعض؟ ايه الريليشن اللي ما بينهم؟ ما بينهم ملتبلاي، ما بينهم ملتبلاي. هاخد ال5 هعديها الناحيه الثانيه. طيب هو ايه اللي عكس الملتبلاي؟ الملتبلاي عكسها الديفيجن، فهيبقى اكس ايكوالز 20 ديفايدد 5 يبقى x equals 4. يا ترى ال 4 دي موجوده في الكيو؟ طبعا الكيو فيها كل حاجه، فيبقى السوليوشن سيت بتاعي equals 4. طيب لما يجي بيقول لي 2 over 5 x equals 1 over 5 ويقول لي برضه ال x belong to q. اوكي ال 2 over 5 وال x طبعا ما بينهم ايه؟ طالما ما فيش ما بينهم حاجه يبقى multiply، يبقى المفروض ال 2 over 5 تروح الناحيه الثانيه بالديفيجن، فهيبقى x equal 1 over 5. طبعا ال divided ممكن اكتبها على السطر عشان ايه؟ ما بلوظش الدنيا. اوكي هعملها على الكالكليتر الانسر هتطلع لي half. طيب يا ترى ال half دي موجوده في الكيو؟ طبعا موجوده في الكيو، يبقى solution set half. طب هو انا ليه ببص على الكونديشن بتاعي؟ عشان الانسر بتاع الاكس لو مش موجود في الكونديشن اللي هو قال لي عليه هقول له سوليوشن سيت فاي، زي الاكزامبل اللي حليناه في الاول. دلوقتي انا خلصت كل البروبلمز اللي بتتحل بطريقه مباشره، يعني مثلا لو عندي نمبر هوديه الناحيه الثانيه بالبلس او بالماينس او بالتايمز او بالديفيجن.
طيب هي ممكن المسألة يبقى شكلها أطول شوية؟ آه طبعًا. زي مثلًا هيقول لي 2x minus 1 equals 5 where x belong to q. طبعًا الكونديشن ده لازم بيبقى موجود في كل المسائل. أوكي، دلوقتي أنا في عندي حاجتين عند الـ x، عندي الـ 2 وعندي الـ minus 1. يا ترى مين اللي هعديه الأول sign الـ equal؟ إحنا خدنا درس الـ order of operation وعارفين إن الـ plus والـ minus هي آخر حاجة بعملها في الـ order of operation. طيب في الـ equation إحنا بنعكس الـ order of operation. يعني إيه؟ يعني في الـ order of operation الـ minus والـ plus كانوا حاجات ضعيفة جدا، لكن في الـ equation بالعكس، أول حاجة بعملها الـ plus والـ minus. يعني إيه من الآخر؟ يعني من الآخر في الـ equation لما ألاقي plus أو minus دي أول حاجة هنقلها الناحية التانية. يبقى أنا دلوقتي هنقل الـ minus 1 هنخليها plus 1، يبقى 2x equal 6. يا ريت كل خطوة نعملها في step لوحدها، محدش يكتب لي كده equal 6، لا هنعملها في step لوحدها. طيب دلوقتي ال 2 وال x طالما مفيش حاجة بينهم يبقى هما معمولين times، هودي ال 2 بال division فتبقى x equal 3، واسأل نفسي يا ترى هي 3 موجودة في ال q؟ اه خلاص، يبقى solution set equals 3. Number 6. يجي يقول لي مثلا 8x plus 4 equals 12، ويقول لي برضو x belong to q. By the way هو الليسن اصلا اسمه solving equations in q، فهو غالبا الايكويشنز بتجيلي in q. طيب زي ما اتفقنا اول حاجة بوديها الناحية التانية ال plus وال minus، فهيبقى 8x equal 12 minus 4، محدش يعملها في نفس الستيب، نعملها في ستيب تانية، نعملهم ماينس في الستيب اللي بعدها. نودي ال 8 بال division، 8 divided 8 يبقى ال x equals 1، وال 1 موجودة في ال q، يبقى solution set بتاعي equals 1. Number 7. 8 minus 2x equals negative 2، وبيقول لي x belong to z. ايه هي z؟ نفكركوا تاني، z اللي هي ال integers. ايه هي ال integers؟ اللي هي ال whole numbers، ال positive وال negative وال zero. مفيش اي fractions ولا في decimals في ال z. طيب دلوقتي انا عايز اودي مين الناحية التانية؟ هودي ال 8. طب هي ال 8 الساين بتاعتها ايه؟ زي ما خدنا الترم الاول ال 8 بال positive. ايه ده يا مستر؟ امال النيجاتيف دي بتاعت مين؟ لا النيجاتيف دي بتاعت ال 2. ال 8 في قبلها حاجه؟ مفيش حاجه قبل ال 8، يبقى ال 8 بالبوزيتيف. هنوديها الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى النيجاتيف 2x زي ما هي والنيجاتيف 2 زي ما هي، اللي راحت لها ال 8 بالماينس، هيبقى نيجاتيف 2x equals نيجاتيف 10. وبعدين دلوقتي النيجاتيف 2 والx معمولين ايه مع بعض؟ معمولين تايمز، يبقى النيجاتيف 2 هتروح بالديفيجن، هاخد النيجاتيف 2 على بعضها بالديفيجن، هيبقى x equals 5. طيب يا ترى ال 5 دي انتجر؟ اه ال 5 انتجر، يبقى solution set equals 5. الاكزامبل اللي بعده number 8، 2x minus 3 equal 4. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ بيقول لي برضو x belong to q. طبعا زي ما اتفقنا ان الترم الاول بتاعنا مش هنرميه، كل حاجة خدناها فيه مهمة. من الحاجات اللي احنا خدناها لما يجي لي monomial وجنبيه binomial. طيب بنحله ازاي المنظر ده؟ بعمل ال 2 times ال x، بعد كده بعمل ال 2 times ال negative 3. يبقى ال answer 2x، لان انا عملت 2 times x، بعد كده هعمل 2 times negative 3، الانسر هيطلع لي negative 6 equal 4. وبعدين عايز اخلي الـ x الواحدة، خلاص هاخد الـ negative 6 هوديها الناحية التانية بالـ positive equal 4 plus 6، يعني 2x equal 10. طالما الـ 2 والـ x معمولين times بعض، فالـ 2 هتروح الناحية التانية بالـ divided، يبقى x equal 2. بسأل نفسي يا ترى 2 موجودة في الـ rational numbers؟ اه طبعا، يبقى solution set equals 2. طيب واحدة كمان على نفس النوع عشان
اللي تاه منه الترم الأول. طيب 3x plus 2 5x minus 3 equals 7، وبيقول لي برضو x belong to q. اوكي يلا نفك البراكت، عمري ما هعرف احل طول ما في براكت. تاني همسك ال 2 مره تايمز ال 5x ومره تايمز ال negative 3. 2 تايمز 5x هتطلع لي 10x. يبقى انا عملت 2 تايمز ال 5x طلعت لي 10x. بعد كده هعمل 2 تايمز negative 3 هتطلع لي negative 6، وال equal 7 هنزلها زي ما هي. طيب دلوقتي انا عندي like terms، عندي 3x و 10x، ممكن اجمعهم اخليهم 13x طبعا ممكن. وبعدين ال minus 6 دي عايز ارميها الناحية التانية جنب ال 7، هرميها بال plus، فهيبقى 13x equals 13. وبعدين ال 13x دول معمولين تايمز بعض، هودي ال 13 بال division، فهتبقى 13 divided 13 يعني x equals 1. يا ترى ال 1 موجودة في الايه؟ في rational numbers؟ اه طبعا. خلاص يبقى solution set equals 1. طبعا ممكن يدخل لي اي حاجة خدتها قبل كده يدخلها لي في ال equations، مفيش فيها اي مشكلة. اوكي ممكن ال equations مش دايما هتجيلي مباشرة، ممكن يغير لي من شكلها سوء شوية. ازاي؟ 2x plus 5 equal x plus 9. عندي في ال left hand side في x وال right hand side في x، ال left hand side في number وال right hand side في number. نعمل نفس المبدأ، هخلي كل ال x's على left hand side وكل ال numbers في right hand side. يعني هاخد ال x هوديها هنا بالماينس، دي أول خطوة. minus x equal 9، يبقى أنا خدت ال x جبتها في ال left hand side. وبعد كده هاخد ال 5 هوديها في ال right hand side. 2x minus x equals 9 minus 5. كده بقت ناحية فيها x'ات أقدر أجمع عادي، 2x هشيل منهم x يبقى فاضل لي x واحدة، 9 minus 5 تطلع لي 4، يبقى solution set 4. يبقى كل الاختلاف الموجود في المسألة دي إن أنا كان مديني الإكس يمين وشمال والنمبرز يمين وشمال وأنا ظبطت المسألة. طبعاً ما يفرقش معايا لو في إكسات يمين وشمال أو في نمبرز، طول ما أنا ملتزم بالرول إن أنا لما بنقل نمبر أو بنقل فاريبل لازم بنقله بالأوبوزيت ساين. طبعاً لو نقلته بنفس الساين بتاعته هبقى بوظت الدنيا. أوكي 5x واحدة كمان نفس الفكرة، minus 4 equals 2x plus 11 x belong to q. هاخد ال 2x هرجعها بالماينس في left hand side. هاخد بعد كده ال negative 4 هوديها ال right hand side، هي كانت negative فهخليها بال positive. 11 plus 4 تمام. هعمل combining لل like terms، فهيبقى هنا 3x وهنا 50. هودي ال 3 بال divided، 15 divided 3 هيبقى الـ answer equals 5. واسأل نفسي يا ترى هي الـ 5 rational number؟ اه خلاص يبقى solution set equals 5. لو سمحتوا محدش ينسى الـ solution set. آخر جزء في الـ equations، يا ترى هو ممكن يدخل لي numerical value؟ اه طبعا، بس هيدخلها لي بشكل مختلف. هيقول لي x plus 9 equal 11 find 7x. في الطبيعي لما يقول لي find اي حاجه كان بيقول لي الاكس بكام، اروح واخد الاكس حاططها مكانها واطلع الانسر. طيب يا ترى هي الاكس معايا؟ مش معايا، بس انا اقدر اجيب الاكس. يعني هقدر اودي ال 9 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف فتبقى اكس ايكوال نيجاتيف 8. اه عرفت الاكس، خلاص هاخد النيجاتيف 8 دي احطها مكانها. يبقى هقول له 7x ايكوال، هشيل الاكس واحط مكانها نيجاتيف 8 في براكت، فالانسر هيطلع لي نيجاتيف 15. هو عايز الاكس، طبعا ما قاليش كيو ولا ان ولا اي حاجه، هو بس عايز الفاليو بتاعت الاكس. اوكي اخر اكزامبل في الايكويشن، 2t plus 3 equals 15، وبيقول لي find third
تي. نفس الحكاية، هجيب التي واعملها بالنوميريكال فاليو مكانها على الكالكليتر، هاخد الثري اللي بالبوزيتيف دي هرميها الناحية التانية بالنيجاتيف، فهتبقى 15 ماينس 3 يبقى 2t equals 12. وبعدين هودي ال 2 الناحية التانية بالايه؟ هوديها بالديفيجن، 12 divided 2 يبقى ال t بكام؟ 6. خلصت كده؟ لا طبعا لسه عندي numerical value، يبقى third t هشيل ال t واحط مكانها ال 6 اللي انا طلعتها، يبقى third times 6 هيبقى ال answer 2، يبقى third t اللي هو عايزها ال answer طلع ب2. كده نبقى خلصنا الليسن بتاع ال equations، هو ليسن سهل وخفيف جدا. يا ريت بعد ما نخلص الفيديو على طول ونحل ال examples دي نفتح البوكليت ونحل ال homework page 14 و 15. وربنا معاكم.